Hadi Gold, an Islamic record label. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قرآن پاک کا ایک عرف پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ دس. لیکن مزے کی بات ہے جو قرآن پاک کا ایک عرف سنتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، فرض اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. لیکن یہ ثواب ملے گا اس وقت جب ہم قرآن پاک کو صحیح توجہ سے، پیار سے اور خاموشی سے سنیں گے. جب میں پڑھ رہا ہوں گا پھر آپ نہیں بول سکتے، جب میں چپ کروں، وقف کروں، جس طرح ایک ماحول ہوتا ہے محفل کا، جب میں چپ کر جاؤں پھر آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے مزید ثواب کما سکتے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے پھر تلاوت شروع کرتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون وبشر المؤمنين بسم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
رحلك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله بكل شيء عليم وصدق رسوله النبي الكريم.